Siamo. اصبح ثاني راك عاود طلع عاود طلع على طول شعر اسمع راك عاود يروح الماء هذه الشركة التي تعتبر ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني والتي كذلك تعمل عمل جبار في الجانب الاجتماعي الخيري والإنساني عن طريق مؤسستها الخيرية عناية التي تمد يد المساعدة للكثير من أطلب من السيد الرئيس القبيل أقف أمام في هذا المنبر يتوجه إلى جمهور تعود على الأضواء وتعود على الأداء الراقي وهي مسؤولية في كل مرة، ولكنني سأحاول أن أكون عند حسن ظنكم ولا أطيل عليكم. سيدات والسادة الحضور، كل باسمه وكريم واسمه ومقامه، أود أن أشكركم على قبولكم دعوة مدار القابضة لتكريم أبطالنا في دورة الألعاب الأولمبية في باريس. إن حضوركم معنا اليوم لدليل على اهتمامكم العميق بالرياضة في كل أحوالها وفي أنبل قيمها، القيم التي تتقاسمها الأمة كلها. يا
L'inclinaison est trop forte. إن حضوركم معنا اليوم لا دليل على اهتمامكم العميق بالرياضة في كل أحواله وفي أنبل قيمها، القيم التي تتقاسمها الأمة كلها، كيليا إيمان وجمال، جمال سجاتي وكل ممثلينا، شكرا لكم. شكرا لكم على اللحظات الساحرة التي منحتمونا إياها. شكرا لكم على المشاعر التي لا يمكن أن توفرها سوى الرياضة. شكرا لكم على رفع ألوان رايتنا الوطنية. رفع ألوان رايتنا الوطنية عاليا. شكرا لكم على هذه الفرحة الفريدة من نوعها. لقد عشنا كل لحظة معكم بشغف كبير. قفزنا على أدائكم. تنفسنا على وتيرتكم. ووقفنا معكم كتفا بكتف في صعوباتكم حتى غير الرياضية منها. والنتيجة أننا تعلمنا من إصراركم ومقاومتكم. وقبل كل هذا آمنا بكم حتى النهاية. وفي كل يوم وطوال هذه السنوات تفوقتم على أنفسكم وضحيتم بالكثير على أمل الوصول إلى الصدارة الأعلى، منصة التتويج. وتساءلنا هل يفعلونها؟ وقد فعلتموها. فهل يكفي حين نصفكم أن نقول أنكم لستم مجرد أبطال في مجال الرياضة، بل أنتم أفذاذ بلد بأكمله وقدوة لأجيال من الشباب تتخذ من مصار دربكم للتفوق والإبهار. سيداتي وسادتي، تفتخر شركة مدار اليوم بكونها واحدة من الذين احتشدوا لدعم أبطالنا، إيمانا منا بأن شراكتنا مع الرياضة في نبلها وقيمها لا تقف عند حدود كرة القدم. وما أشبه عقيدتنا في مدار بروح الرياضة في قيمها وتحديد أهدافها وانضباطها، وقد يجد نفسه الذي يكون على رأسها، على رأس هذه الشركة، مشجعا ومدربا ورئيسا ولاعبا، ولا بأس أن يكون على كرسي الاحتياط أحيانا. نحن فعلا نتقاسم مع الرياضة موروث التفاني، وكل منا على طريقته موجود ليضع بصمة في المشهد الوطني العام. لقد بدأت القصة منذ أكثر من عام حين أخذنا على عاتقنا ضم الرياضة إلى انشغالاتنا الاجتماعية. ولا أخفي عليكم أنني أردت بأن يكون الطموح في اختيار فرساننا من الرياضيين أكبر من مجرد نتائج فردية، بل أردت الامتياز وليس غير الامتياز. لقد قمنا بذلك بشكل متواضع على مستوى شركتنا، وأعتقد أنه من خلال تجربتنا الأخيرة في مدار القابضة في دعم الرياضة الاحترافية ورياضة الهواة، هناك الكثير مما يمكن استكشافه والتعلم منه، وتشجيع عالم الأعمال على الالتزام طويل الأمد بدعم وتطوير جميع التخصصات الرياضية والفردية والجماعية على حد سواء. أردنا في مدار أن نكون حاضنة من نوع جديد للرياضة الوطنية، حاضنة للمواهب وأبطال المستقبل الواعدين، لأنه وكما هو الحال بالنسبة لمشاريعنا الاستثمارية، نرى أن الرياضي عملا رياضيا له عائد استثماري من حيث الصورة والتأثير في امتداد زمني يفوق أي حملة إعلامية. فأستغل الفرصة
وجود زميلاتي وزملائي من رؤساء الشركات بيننا لإطلاق مبادرة التفكير الشامل في الالتزام بالمساهمة في تطوير الرياضة الوطنية بما يتجاوز المبادرات العفوية أو الظرفية. علينا كشركات أن نأخذ نصيبنا من المسؤولية في هذا المجال من خلال تشجيع التبادل وتوثيق الروابط بين عالم الأعمال والرياضة، ومن ثم تعزيز ظهور إطار للعمل المتضافر على كل حسب إمكانياته ورؤيته، لنكون بذلك رائداً أو رافداً من روافد جهود السلطات العمومية في الميدان، استجابة لإرادة رئيس الجمهورية في النهضة المأمولة في كل مناحي الحياة. وإذا كانت شركة مدار القابضة قد تمكنت من دعم الرياضيين حتى وصلوا إلى أعلى مستوى خلال أشهر قليلة، فصدقوني إذا ما زاد عددنا وتكاتفنا سنحقق أداء غير مسبوق، لا سيما وأننا في بداية دورة أولمبية جديدة من أجل غد رياضي مشرق. نحن هنا ومن أجل راية جزائرية مرفرفة عاليا في محافل الرياضة الدولية. نحن هنا ومن أجل جزائر منتصرة. نحن هنا مرة أخرى. تهنينا لأبطالنا وشكرا لكم. أنا شخصياً أشكرك جزيل الشكر على كل أداء لكل رياضينا بصفة عامة ورياضة النخبة في الخاصة. شكراً جزيلاً سيدنا. كتب أسماءهم منها في تاريخ الرياضة الجزائرية والعالمية. أعطونا تفرقة حارة كما نذكر كل الأبطال السابقين الذين من خلالهم يعني استطاعوا اليوم الأبطال أنهم ياخذوا منهم Thank you.
وأنا حبيت تعطوني كلمة فيما يخص إحساسكم بالتدريب الأولمبي هو الحلم الأولمبي، حلم كل رياضي. فضيلة الإمام والبطلة الأولمبية إيمان خليل، كيف كان إحساسك وأني تتوجين بالذهب بعد كل شيء صار؟ يعني وش كان إحساسك فوق المنصة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا وقبل كل شيء أشكر سيد مدير عام شركة المطار على الحفل التكريمي والاستقبال. كانت فوقكم فرح في شفت كم رياضية هنايا يعطي الصحة خصوصا تاع الباص كذلك اللي يرى هنايا فرح بزاف اللي شفتهم بزاف المناسبة بزاف باش تشتاع البوكس اللي نشوفهم أنا في الحالة هنا بزاف. بالنسبة للسؤال تاع الخيسة اللي معنا كيفاش كان الشعور اللي كنت على منصة تونس؟ نصارحكم بحاجة، لحد الآن لحد هذه اللحظة ما زال ما رانيش نتمنى ما رانيش نكون فيه. دونك دائما الصراحة نقول إحساس كبير بالزمن إنك تدفع راية وطنية ونشيط وطني جزائري في باريس، خصوصا إنك تلعب أشخاص إنك تحكي تطلع الأم وما كنتش مصروف في اللحظة واحدة كبيرة وكبيرة بزاف. الحمد لله لسنا مقسمة في باريس مشي فترة واحدة وزوج فترات وزاد نسمعوا كذلك الأبطال الأولمبيين حاجة كبيرة بزاف. نحن نشوفك سنين اللي يتحركوا وعينك تحركوا حاجة سبيسيال بدون خاص. الحمد لله نتحركنا هذا الحمد لله شفناها نشوفك بسببنا بالبداية المبتدئة لنا ونحن الرياضيين لأننا نرى ويزدين ودائما نقولها إلى مسلم من أجل رفعنا الوطنية وبين شهدين إن شاء الله أيضا مفعل دولا والتوفيق لبرازيل. الشركة الدائمة دائما للرياضة الجزائرية بصفة عامة ورياضة المغرب بصفة خاصة، وهذا الحفل التكريمي راح يكون فيه تكريم لاباس به فما ما نقولوش مي بون لاباس به. أولا نشكر سيدي العام لهذا الاستخدام ومعروف كفاءته وكرمه، يعطيك الصحة سي عمار الله يعطيك. نشكر سيدي كامل عمار كان في إطارات عرب كامل اللي راهم يساهموا في نجاح هذه الشركة. شرف لي أن نكون هنا اليوم بينكم ونتمنى إن شاء الله التوفيق في المجال تاعكم. يعطيك الصحة إيمان، شكرا يعطيك الصحة. إذا راح مباشرة إلى النور. ألو كيليا بونسوار. صباح الخير. صباح سي سباسيان. صباح تو لودي. إيه بيان إكسيلون. ألو ديما كيليا، جو فولي أوسي سافوار تي بون سونتيمون كون تو إيتي سور لا بلو أوت مارش دو بوديوم. كيل إيتي تا سونتيمون؟ ألو كون جو شونتي سور بوديوم جو مي سوي دي جي سوي أنفان. J'avais rêvé de ce moment et j'étais accomplie et si j'y voyais toujours pas, j'avais l'impression d'être la propre spectatrice en fait de ce qui se passait et j'ai essayé de profiter un maximum du moment et c'est incroyable. Et aussi je voulais te poser une autre question, c'est qu'au début tu étais cinquième en général, en groupe général, voilà. Et puis après, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête en disant j'ai encore une chance, je vais décrocher cette médaille olympique? Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre les deux moments, j'allais dire? Ben, c'est vrai que j'étais un tout petit peu déçue quand même de la cinquième place, même si c'est extraordinaire. Mais c'était vraiment que du bonus. Donc, je me suis remis dans la roue vite. Il restait trois jours d'entraînement avant la finale là. Et j'avais la rage d'aller chercher une médaille, mon rêve, et je suis rentrée dans le
Merci, avec plaisir. Et je voudrais savoir aussi, parce que Kylian aussi a fait partie du groupe pris en charge par la société Madame Rim. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à l'accompagnement fait par la société Madame Rim? Je suis très 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 contente et honorée d'être accompagnée comme ça. J'aurais jamais pu imaginer que j'aurais pu avoir tout ce soutien. Donc, merci à tous. Super. Merci. Mesdames, numéro il a le Watan, l'Arabie et l'Olympie, Jamal Zedjad. Jamal, c'est un جزيلا السيد جمال السجادي. يكرمه السيد الأمين العام للجنة الأولمبية الجزائرية. معنا الجمهور
الورود. واش خون؟ ها؟ لا انا مع التكريمات، انا مع التكريمات. صح. قادمين ان شاء الله. وكذلك شفتوا ان الجزائر درجت في الاتحاد الدولي الجديد للملاكمه، هذا الشيء اللي يشرف. ان شاء الله نكونوا في المواعيد القادمه بقوه، وتكون عندنا كلمتنا كالعاده ان شاء الله. اكيد انت في انتظار ادراج
الملاكمه في اولمبياد 2022؟ هي شوف الملاكمه هي راهي ان شاء الله من ضمن الرياضات اللي في الالعاب الاولمبيه، ما يخلفش ان الملاكمه من اثينا في اليونان وهي في الالعاب الاولمبيه. اكيد راح كما الاتحادات اللي مازالوا دول العالم راح يدرجوا في الاتحاد الدولي الجديد، وتكون الملاكمه اللجنه الاولمبيه الدوليه منحت فرصه للملاكمه، وان شاء الله راح تكون ملاكمه في لوس انجلوس. ماشي راح تكون ملاكمه اكيد في لوس انجلوس، لانه تعرفوا ان الملاكمه هي من الرياضات الاولى ومن بين الرياضات الاولى في الاولمبياد. ان شاء الله نكونوا في الاولمبياد ونزيدوا ونشرفوا الجزائر. ايمان خليفه محبوبه لاعب كره القدم، شفناك بالليل، شفناك البعثه مع اندي ديلور، حكيت معاه؟ تلاقيت مع اندي ديلور في الفندق، وراه هو يلعب في المولوديه. نتمنى له كل التوفيق، كذلك سليماني اللي جا اليوم معنا للقاعة وتحاورنا ويعطيهم الصحة، وربي يوفق إن شاء الله قاع الرياضيين. والله كما الرياضيين يبغوا يحبوا بلادهم ويحبوا يشرفوا بلادهم، إن شاء الله نتمنى التوفيق لكل واحد، وإن شاء الله الجزائر هذه ربي يحميها وربي يعلي مقامها، ودائما احنا إن شاء الله جاهزين لأي حاجة من أشرف على الوطني عليا. شكرا لك. الله يعطيك الصحة. شرفنا الجزائر أحسن تشريف في الألعاب الأولمبية الماضية، حظينا بتكريم اليوم جد رائع من شركة مادار، اللي نشكرهم بزاف على هذا الاستقبال الرائع، ونشكر المدير العام لشركة مادار، وإن شاء الله عندي فينال دايم الليج بعد 3 أيام، دعوا لي معكم إن شاء الله نجيبوا المسا الذهبية للجزائر. شكرا. هي التحضير نقولوا صعيب وراء الألعاب الأولمبية، باسكو ستريس كل شيء يروح مع الألعاب الأولمبية. ان شاء الله حنايا نقدموا اللي علينا باه نجيبوا الماسه للجزائر ان شاء الله في لا فينال دو بروكسل. دعونا ربي معكم. قررت يعني تغير المسافه بالنسبه ل 100 متر، حبيت نقولوا سمعنا باللي حبيت تغير. هي ماشي غير المسافه، هي راني من الابطال في اختصاص 800، راني ضمن احسن 5 أوقات على مر التاريخ. هي ما قررتش نغير 100%، مي ان شاء الله هنسيو ولما لا نحيو السباق 1500 من جديد. شكرا. ان شاء الله بيان سور، هي الالعاب الاولمبيه ما تحضرلهاش عام ولا عامين قبل، لازم توجد لها من دروك، وان شاء الله نكونوا واجدين من 2024 لوس انجلوس. نقول لكم شكرا بزاف، فرحتونا في هذه، عيشتونا واش عشنا من قبل، ونهنيكم بهذه المناسبة، وإن شاء الله تزيدوا تفرحونا من القدام. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا نشكر شركة مدار القابضة على تكريم أبطالنا، أبطال الأولمبيين، لازم نذكرهم لأنهم سجلوا أسماءهم بأحرف من ذهب، إيمان خليف، جمال سجاتي، وكيليا نمور، اللي كانوا في مهمة وطنية وأدوا الواجب كما يجب وأعلوا الراية الوطنية في باريس. الحمد لله كما راكم فخورين، الشعب كله راه فخور بالإنجازات تاعهم. الآن لازم نفوتوا مرحلة تاع التكريم والاحتفالات، لازم نعرفوا أنه هاد الأبطال قال لي بعد غد راح يخوض سباق هو البطل جمال سجاتي، وراح تكون كذلك انطلاقة لأبطالنا للتحضير لأولمبياد باريس 2028، وين ان شاء الله راح يلقاو كل الدعم، خاصه انه السلطات العموميه في البلاد لديها اراده انها تكون حافز، وانه تكون هذه النتائج اللي حققت في باريس مجرد انطلاقه لما هو احسن للرياضه الجزائريه. تعليق على باريس اولمبيا لوس انجلوس 2028. المشاركه تاع البارالمبيين هي نتيجه اكيد ايجابيه. والله ذوي الهمم هم دائما رياضيين ليصنعوا الفرحه ويصنعوا الفرجه، اكيد العام الخاص انه يعرف انه 6 ميداليات ذهبيه انجاز تاريخي، نظن انه معادله كذلك الرقم التاريخي تاعهم، هذه الفئه اللي تعمل وكذلك تحقق وتنجز ما هو مطلوب منهم. نظن انه حتى المكتسبات اللي لازم ننوه بها انه الدوله الجزائريه وضعت كل الامكانيات حتى في جانب المكافآت والمنح، السيد رئيس الجمهوريه اصدر قرارات بمعادله هذه المنح، وهذا الشيء اللي كان حافز لابطالنا واللي يستحقوا كل الدعم، حتى انه حتى اللجنه الاولمبيه فيه تنسيق بينها وبين الاتحاديه من اجل انه الرياضيين يكونوا في نفس الظروف،
وهم كذلك مصدر إلهام للأبطال تاعنا والرياضيين تاعنا، ونتمنوا الخير للرياضة الجزائرية. وكذلك أنا نستغل الفرصة ونشكر الأسرة الإعلامية دائما، لأنه لاحظنا أنه كانوا هم السند، وكانوا هم كذلك الحصن المانع اللي حمى الرياضيين تاعنا من الحملة اللي كانت تستهدف كل ما هو جزائري. بارك الله فيك.